بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا يا ولاد حلقة مراجعة ليلة الامتحان الأولى في علوم الصف السادس، وتغطية لأسئلة كتير، إكمال واختر وعلل وصوب ووصل وأكمل والرسوم بالبيانات. يلا مع بعض كده نشوف نوعية الأسئلة اللي معانا. وأول سؤال بيقول لي إيه؟ أول سؤال أكمل: من فوائد الروافع تكبير مين زي العتلة؟ أقول له عرفتها، تكبير القوة. وتكبير مين زي المكنسة اليدوية؟ أقول له بتكبر المسافة. تعتبر المعادن من المواد إيه؟ للكهرباء، من المواد الموصلة للكهرباء أو جيدة التوصيل، بينما الزجاج من المواد الإيه؟ العازلة للكهرباء أو رديئة التوصيل للكهرباء. يكون مين بين الشمس ومين في حالة كسوف الشمس؟ أقول له لازم أكون مركز، الكسوف يبقى القمر اللي في النص، يبقى أول ما ألاقي نقط بين يبقى نكتب القمر بين الشمس والإيه؟ والأرض. طيب في روافع النوع إيه بتبقى القوة هي اللي بين الارتكاز والمقاومة؟ أقول له مادام القوة اللي في النص يبقى النوع الثالث. يحدث كسوف الشمس عندما يقع بين مين بين الشمس والأرض؟ أقول له القمر. يحتوي مصباح الفلوريسنت على غاز إيه وقليل من بخار الزئبق؟ أقول له عرفت الغاز، غاز الأرجون الخامل. اللي بعده مسألة رفيعة من النوع الأول، أثر عليها قوة مقدارها 20 نيوتن والمقاومة 30 نيوتن وذراع المقاومة 6، وبيسأل على طول ذراع القوة. إدانا 3 معلومات وبيسأل على الرابعة. علشان نحلها يا ولاد لازم نكتب قانون الروافع. طب قانون الروافع بيقول إيه؟ النص بتاعه بيقول القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. جميل، ادي الفي وادي الفي وادي اليساوي. اهم حاجة يا ولاد نودي كل واحد في مكانه. قوة مقدارها كذا يبقى ال20 هنا، مقاومة مقدارها كذا يبقى ال30 عند المقاومة، وذراع القوة 6، ذراع المقاومة 6، يبقى هنا الستة وهنا علامة استفهام. يبقى العنوان هيبقى اسمه ايه؟ العنوان من عند علامة الاستفهام، ذراع القوة بيساوي شرط الكسر. هل الجنب اليمين هو اللي مكتمل ولا الجنب الشمال؟ لا الجنب الشمال، يبقى 30 في 6 تقعد فوق وال20 تقعد تحت، 0 مع 0، 3 في 6 ب 18، على الاثنين يطلع 9، وبدام ذراع يبقى التمييز بالسنتي، يبقى التمييز بالسنتي. السؤال اللي بعده اكتب المصطلح العلمي وعايزك تجاوب معايا. حذر فذر، خطر من اخطار الكهرباء، بيتلف انسجه الجسم. اقول له عرفته، مين هو مادام بيتلف الجلد بتاع الانسان؟ الحروق الكهربيه. طيب نوع من الروافع بيوفر الجهد دائما؟ اقول له يبقى احلى نوع. احلى نوع هو مين؟ روافع النوع الثاني. طب ليه احلى؟ بيوفر الجهد دايما، مريح. طيب ساق متينه تتحرك حول نقطه الارتكاز وتؤثر عليها قوه ومقاومه، ما دام قال ساق متينه يبقى ده تعريف الرافعه. طريقه بيتم فيها توصيل المصابيح، وقال لي طرق متفرعه والاضاءه ما بتتاثرش. اقول له يبقى الطريقه الجميله طريقه التوصيل على التوازي، لأن مسارات متفرعة. اكتب البيانات على الرسم. أولا الشكل الذي أمامك بيمثل مين؟ أقول له لو جالي السؤال ده أقول له بيمثل تركيب المصباح الكهربي. طب رقم 1 مشاور على إيه؟ واثنين وثلاثة وأربعة. أبص في الرسم، رقم 1 على الإزازة، ما دام على الإزازة يبقى اسمها إيه؟ انتفاخ زجاجي رقيق. كمان مرة، انتفاخ زجاجي رقيق. طب رقم 2 مشاور على مين؟ بص 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 على الفتيلة، مشاور على الفتيلة، يبقى نقول له اسمها ايه؟ فتيلة التنجستين او التنجستاين، يبقى نكتبها هنا في المكان بتاعها. نمرة 3 مشاور على ايه؟ على السلكة دي، يبقى دي اسمها ايه؟
سلك سميك من النحاس. طب لو مشاور على الاتنين، سلكين سميكين من النحاس، رقم 4 مشاور على مين؟ على القاعدة نفسها، قاعدة المصباح المعدنية. أدي الإجابات للبيانات. السؤال اللي بعد مقارنة جميلة بين طريقة التوصيل على التوالي وطريقة التوصيل على التوازي. بالنسبة لطريقة التوصيل في التوازي بيتم إزاي؟ أقول له التوازي لها إيه؟ طرق ومسارات متفرعة، طريقة جميلة ولها أكتر من سكة. طب التوالي من اسمها توصل المصابيح، كل مصباح تلو الآخر، تلو منين؟ من التوالي يا ولاد. طب بالنسبة لمسار التيار الكهربي، التوازي جميلة جدا. ليه؟ لها مسارات متعددة، لها مسارات متعددة، أكتر من طريق وأكتر من سكة. طب بالنسبة للتوالي، لها مسار واحد لمرور الكهرباء. طب شدة الإضاءة في التوازي لا تتأثر بزيادة المصابيح، شدة الإضاءة لا تتأثر بزيادة المصابيح. طب شدة الإضاءة في التوالي تقل بزيادة عدد المصابيح، كل ما زودنا المصابيح الإضاءة تقل في التوالي. نيجي لسؤال تاني، ولكن مسألة: إذا كانت القوة المؤثرة 400 وطول ذراعها 10 والمقاومة 200، وبيسأل على ذراع المقاومة علشان نحل نكتب مين؟ قانون الروافع. طب قانون الروافع بيقول إيه؟ القوة في ذراعها بتساوي المقاومة في ذراعها. كده أنا كتبت مين؟ قانون الروافع. ادي الفي وادي اليساوي وادي الفي، ونودي كل واحد عندي بيته. القوة 400 يبقى هنا 400، زراعة 10 يبقى هنا 10 اللي يخصها، المقاومة 200 يبقى بيسأل على الذراع الشمال. الذراع الشمال اسمه ايه يا ولاد؟ ذراع المقاومة. طب بنجيبه ازاي؟ بنشد شرطة كسر، الجانب المليان يقعد فوق واللي مالوش زميل يقعد تحت، يبقى فوق 400 في 10 وتحت 200، صفرين مع صفرين، 4 في 10 ب 40 على الاتنين فيها ال 20، ومادام ذراع يبقى بالسنتي. اللي بعده: صوب ما تحته خط، خشب من المواد الموصلة. غلط، يبقى نختار حاجة موصلة زي الحديد. توصل المصابيح في المنازل على التوالي. غلط، توصل على التوازي. كسرت البندق من النوع الأول. غلط، كسرت البندق من النوع الثاني. اكتب المصطلح العلمي: سلك لولبي رفيع مصنوع من التنجستين ويوجد في المصباح. ده مين ده يا جماعة؟ سلك لولبي رفيع مصنوع من التنجستين، ايوه، يبقى دي مين؟ فتيلة المصباح اللي يقولوا عليه ايه؟ عنصر التسخين. يبقى دي اسمها ايه؟ فتيلة المصباح، واللي بيقال عليها ايه يا جماعة؟ عنصر التسخين. طيب عندما يدخل جزء من القمر في منطقة ظل الأرض، قلنا الأسئلة دي ما تتحفظ، تتفهم، مين اللي يجي بعد ظل الأرض؟ بنام الأرض اللي جت بعد كلمة ظل يبقى هي اللي في النص، طالما الأرض اللي في النص يبقى خسوف، أدي نص الحل. طب ده قال جزء، يبقى خسوف جزئي. شفتوا إزاي؟ طيب المسار المغلق اللي بتمر فيه الشحنات الكهربية، ده تعريف مين؟ الدائرة الكهربية هي المسار المغلق الذي تمر من خلاله الشحنات الكهربية لإتمام دورة كاملة. جميل، علل التعليل الأولاني: بعض الروافع لها أهمية كبيرة، تمام، على الرغم من إنها لا توفر الجهد. أقول له ممكن ما تكونش بتوفر الجهد، ممكن تكون مرهقة أو متعبة، ولكن لها فوائد أخرى. طب إيه الفوائد الأخرى؟ أقول له لأنها قد تفيد، لأنها قد تفيد، تفيد في إيه؟ في أشياء أخرى كثيرة. طب زي مين؟ في أشياء أخرى كثيرة مثل تكبير القوة وتكبير المسافة والدقة في أداء العمل وهكذا، صح، وتجنب المخاطر. يبقى ما بتوفرش الجهد، ولكن لها فوائد أخرى. نيجي للتعليل الثاني:
ليه بتصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألمونيوم؟ لأنها مواد جيدة التوصيل لمين؟ لأنها مواد جيدة التوصيل للكهرباء، فتساعد على مرور الكهرباء من خلالها. سؤالي اللي بعده طلعت مسألة وجايب لي 4 معلومات، القوة هي زراعها أهو، المقاومة هي زراعها أهو، إيه يا عم ده؟ ده مستر حامد قال بيديني 3 معلومات وأنا أجيب الرابعة. قال لي لا، المرة دي أنا عايزك ترد عليا تقول لي الرافعة متزنة ولا لا؟ أقول له والله ما أعرف. يقول لي ليه؟ لازم أجيب إجابة دي وإجابة دي يا جماعة. تمام، يبقى لازم أجيب الجنب اليمين لوحده علشان أعرف القوة في زراعها، يبقى نضرب ال 500 في 10. طب الناحية التانية، المقاومة في زراعها، يبقى هنضرب كام في كام؟ هنضرب ال 200 في 20 ونطلع الإجابات. 500 في 10 ب 5000، 200 في 20 ب 4000. تمام. طب والتمييز بتاع الاتنين نيوتن سنتي، لأن بجيب القوة في زراعها وهنا نيوتن سنتي. الله، بس الإجابة دي غير دي. طالما القوة في زراعها لا تساوي المقاومة في زراعها، يبقى نقول له إيه يا جماعة؟ نقول له الرافعة ليست في حالة اتزان. أمال إمتى يبقوا في حالة اتزان؟ لو الإجابة طلعت زي بعض، يبقى الإجابة الرافعة ليست في حالة اتزان. جميل. نيجي للي بعدها، بعد المسألة اكتب البيانات على الرسم. رقم 1 مشاور على مين؟ أقول له مشاور على البطارية. رقم 2 مشاور على مين؟ أقول له مشاور على المفتاح الكهربي اللي بنقفل ونفتح منه. نمرة 3 مشاور على مين؟ مشاور على المصباح الكهربي. طب ما اسم الشكل الذي أمامك بيمثل مين؟ مكونات وتركيب الدائرة الكهربية، يبقى ده تركيب الدائرة الكهربية. السؤال اللي بعده، أخمي اختر من فوائد الروافع مين في دول؟ قل له هي تكبير المسافة. طيب تحدث مين نتيجة مرور الكهرباء الشديدة خلال جسم الإنسان؟ أقول له يبقى الإنسان الكهرب، الصدمة الكهربية، ونكتب هنا الصدمة الكهربية. تم تغطية الأسلاك الكهربية بطبقة من النحاس ولا البلاستيك ولا الألمونيوم؟ أقول له مادام تغطية يبقى البلاستيك. ليه؟ علشان تبقى عازلة وغير موصلة. تنشأ ظاهرة خسوف القمر إمتى؟ أقول له في منتصف الشهر القمري أو منتصف الشهر العربي، يبقى ناخد كلمة منتصف. سؤال اللي بعده، أكمل ما يلي. نوع من الروافع بتساوي فيها القوة مع المقاومة، هي إمتى القوة تساوي المقاومة؟ ما بتحصلش أبدا غير في النوع مين الأول، عندما تكون نقطة الارتكاز في الوسط تماما. كسوف الشمس ظاهرة لا تدوم أكتر من إيه؟ أقول له فهمتك، أكتر من 7 دقائق واربعين ثانية. أكتر من 7 دقائق واربعين ثانية. يسمى المسار المغلق اللي بتمر فيه الشحنات الكهربية اسم إيه؟ الدائرة الكهربية. تتوقف الأضرار الناتجة عن الصدمة، ضرر الصدمة بيتوقف على حاجتين، مين وزمن مروره؟ أقول له شدته، حتى مستر حامد كان بيغنيها من أهميتها، شدة التيار وزمن التيار، مهمة جدا. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي نقطة ثابتة ترتكز عليها الساق المتينة. ما دام قال نقطة ثابتة يبقى ده تعريف مين يا ولاد؟ نقطة الارتكاز. طب نوع من الكسوف بيحصل لما القمر بيبقى في مدار أعلى من الأرض، أقول له بكلمة أعلى دي ما بنشوفهاش غير في الكسوف الحلقي. طيب حرائق بتحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة، يعني الحاجة تولع، هي دي اسمها إيه؟ الحرائق الكهربية. اسمها إيه؟ الحرائق الكهربية. طريقة يتم فيها توصيل المصابيح تلو الآخر، ما دام تلو يبقى طريقة التوالي. اختر الإجابة الصحيحة. 3 نقاط، ساق متينة ترتكز حول نقطة ثابتة، ده تعريف مين؟ الرافعة، ونختار الرافعة. يصل يملأ المصباح الفلوريسنت بقليل من بخار مين؟ أقول له ما دام بخار يبقى مرتبطة بكلمة بخار الزئبق. رافعة من النوع إيه لا توفر الجهد أبدا؟ ما دام أبدا يبقى النوع الإيه؟ التالت.
دي مرهقة ومتعبة. نيجي للسؤال اللي بعده، احتوي أنبوبة مصباح الفلورسين على قليل من إيه بالإضافة إلى غاز الأرجون؟ يبقى هو كتب غاز الأرجون قليل من بخار الزئبق، يبقى المادة المتبقية إيه؟ بخار الزئبق وغاز الأرجون، وتغطى من الداخل بمادة إيه؟ بمادة فسفورية. إذا كان ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة، طب ده شيء حلو ولا وحش ليا؟ وحش جدا، لأن ذراع القوة ده يخصني قصير. طالما الذراع قصير يبقى أنا هبذل إيه؟ هبذل القوة تكون أكبر من المقاومة اللي قدامي، فلا توفر الجهد. من أمثلة المواد الموصلة أقول له الحديد والنحاس والألمونيوم. طب المواد العازلة؟ الخشب والزجاج والبلاستيك. يكون مين بين الشمس وإيه في حال كسوف الشمس؟ في الكسوف يبقى القمر في النص، يبقى نقول يكون القمر بين الشمس والأرض وعلى استقامة واحدة. طيب سنارة السمك رافعة من النوع إيه؟ التالت، لأن ضغطت إيدك في النص. والعتلة رافعة من النوع إيه؟ الأول. ماشي، على الآخر شريحة في مراجعتنا، علل تعليلي الأولاني. لا يمكن استخدام الماء في إطفاء حرائق الكهرباء، لأن الماء إيه؟ لأنه جيد التوصيل للكهرباء. المية يا ولاد جيد التوصيل للكهرباء. طب ليه؟ لوجود أملاح مذابة فيه، عنده أملاح مذابة فيه مما يزيد من الحريق ويؤذي الأشخاص. توجد قطعتان معدنيتان في المصباح، دول اللي بيوصلوا لها الكهرباء لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية. كمان مرة، لتوصيل المصباح بالدائرة الكهربية. اكتب اسم الظاهرة. اقول له عشان نكتب اسم الظاهرة لازم اعرف مين اللي في النص. ده اللي في النص اقلهم حجما، ده دي انا عارفها الشمس، ودي الكرة الارضية، يبقى مين اللي في النص؟ القمر. طالما القمر في النص يبقى ظاهرة مين؟ ظاهرة كسوف الشمس. طيب منطقة ايه اللي في رقم واحد؟ واحد اللي دي، ده دي ورا القمر على طول، يبقى يعتام. مادام اعتال يبقى منطقة ايه يا ولاد؟ ها اسمها ايه؟ منطقة الظل الحقيقي، يبقى دي منطقة الظل الحقيقي. طيب لو اتطرفت شوية شمال او يمين عند نمرة ثلاثة، هنا او هنا، يبقى اسمها منطقة ايه؟ اسمها منطقة شبه الظل. كده خلصنا السؤال وخلصنا الأسئلة بتاعتنا. طب تكون الأسئلة مفيدة وسهلة وبسيطة بإذن الله يا ولاد.